لقيت طبطبة. مساء الخير. مساء النور يا بنات. لو سمحت عايزين مدام فريدة أو الأنسة شيرين. اتفضلوا هاتيهم جوه يا أستاذ سعيد. البنات بيسألوا على المدام. تعالوا قربوا كمان. بس عايزين إيه؟ عايزين المدام فريدة أو الأنسة شيرين. أنا الضابط سعيد رئيس المنطقة دي كلها. أوكي؟ اتفضلوا. قبل ما تدخلوا لازم أفتش شنطكم عشان أشوف إذا كان فيها مخدرات ولا لأ. شنط إيه حضرتك؟ على فكرة أنت بتتكلم مع ناس ولاد ناس على فكرة. كلهم في الأول كانوا بيقولوا إن هم ولاد ناس، لكن في الآخر طلعوا أنا ناس. هفتش الشنط. قدامي! ايه ده؟ بقول لك ايه، المكان تحفه قوي. معقوله ده ب 300 جنيه بس؟ بقول لك ايه، احنا لو لقينا اوضه فاضيه نقول لصفاء ورشا. صفاء ورشا ايه، احنا هنعمل جمعيه. بقول لك ايه، انا مش مستريحه، المكان ده فيه امنه. ايوه عندك حق، لازم نجرب الاول، بس برضو المكان تحفه قوي. مش متفقه. شمال يمين شمال يمين شمال بس ستوب. بنتي هنا، ستوب بنتي هنا. استلمي حضرتك بنتين جداد بدل اللي اتحرقت واللي اتشنقت. ايه ده؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمه. سعيد امشي انت دلوقتي. لا اسمحيلي، انا مش همشي غير لما اشوف شغلي. البنات دي لازم شنطهم تتفتش، مفهوم؟ وفي نفس الوقت لازم يكتبوا على نفسهم تعهد، لو عايزين ينتحروا يروحوا ينتحروا في وسط اهاليهم، احنا مش ناقصين مصايب هنا. سعيد امشي انت دلوقتي. انا هدخل اتعشى بس اخرج الاقيهم كاتبين التعهد وحضرتك مفتشه الشنط دي. عن اذنك. حضرتك احنا كنا حاجزين اوضه باسم نسمه وميرفت. انتوا نسمه وميرفت؟ اه أيوة. احنا قريتوا تعليمات الدار؟
قريناها حضرتك وموافقين على كل حاجة. هتمضوا؟ هنمضي. تمام. تعالوا عشان أوريكم الغرفة. أهلاً أهلاً. أهلاً وسهلاً. مدام فريدة مامتي. فين أم شهاب تطلعهم أوضتها؟ أنا اللي هطلعهم. ها؟ يلا يا بنات. ربنا يستر بقى. خالتي. خالتي. إيه أنت كمان؟ إيه رأيك في شوية الصور اللي بعتهم لك على الواتس؟ لا مفتح يا واد. بعت لي 50 صورة وهي قاعدة على الكرسي في الجنينة. وهي راحت حتة وأنا ما صورتهاش. بس سيبك أنتي، أنت اعتمدتي على راجل. يا سلام. أمال إيه؟ بقول لك إيه؟ في بنتين جم بدل اللي اتحرقت وكده. إيه اللي بتقوله ده؟ أيوة بس والله الخوف كله إن هم يغرقوا في الحمام. ولا ولا أنا مش ناقصة غرموش غرم. هش 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 لك وجع. هناء كفايه عياط، انا كل ما اشوفك بتعيطي قلبي بيتقطع. بس انا صعبان عليها قوي يا حبيبي. اذا كان هي ما صعبتش عليها نفسها وانتحرت. لا يا هي مستحيل تكون انتحرت، بس انت ما تعرفهاش. دي واحده كانت بتحب الحياه وطول الوقت بتضحك، ازاي بس ما كانش باين عليها اي حاجه للاكتئاب دي؟ على فكره اغلب اللي بينتحروا ما بيبقاش باين عليهم اي حاجه. مش عارفة بس يا حمد. أنا بصي، من غير بس إن أنت تفضلي في الحزن ده غلط عليك. في فيلم حلو قوي في السينما أنا عازمك عليه. حمد مش وقته الله يخليك. ما فيش مش وقته، أنا عازمك على السينما. يلا يلا. حاضر. أيوة مدام، عايزة إيه؟ عايزة شيري. يا حلوة، انتي مش مصرية يا قطة؟ لا أنا مصرية. لا أنا أول مرة أشوف واحدة تتكلم مصري بالشكل ده، أكيد من دمنهور. You talk too much. يا نهار أسود، أنتي ملبوسة ولا إيه؟ وات؟ لا مفيش وات، في اديني البيبر. عايزة الشيري. مفيش شيري، بطاقتك البيبر. ماي جودنس. عايزة الشيري. لا. إيه؟ أيوة دي باين لها ملبوسة عليها. خلاص خلاص. كمانين ستيوبت ستيوبت. البت دي بينها حبتني. انت مهبب ايه هنا؟ لا انا عايز اعرف بقى ايه اللي بيحصل في المنطقه هنا. هو انتوا هتقلبوا المكان فندق وهتجيبوا اجانب وكده؟ ليه ان شاء الله؟ لا علشان اعمل حسابي. تعمل حسابك ازاي؟ لا اغير الهدوم الامن دي والبس هدوم تانية. تلبس ايه بقى؟ البس شورت وكت عشان لو اي واحد عايزه تنزل بسين انزل معاها. استيوبت يرحمكم الله. انت كمان استيوبت؟ بس انت خالتي ما تجوزليش. صباح الخير يا فندم. اتفضل يا استاذ رفض. ازاي نيلي تنتحر يا فندم؟ الفيلا دي في حاجه غريبه. انا متاكد من الكلام اللي انا بقوله ده. انت طلبت منها ايه بالظبط؟ بصراحه انا طلبت منها تدخل ايد شيرين وتدور على اي حاجه ممكن تساعد بيها بنتي. انا شاكك ان شيرين دي بتتاجر في الاعضاء. بتتاجر في الاعضاء؟ ايوه يا فندم. والبنت قررت ان هي تساعدني، وانا طلبت منها ان هي تصور اي حاجه تخص بنتي جوه الاوضه. بصراحه اتصلت بيها اكتر من مره بعد كده، تليفونها لقيته مقفول. اتصلت بمروان قال لي الخبر، ما صدقتش. هي فعلا انتحرت. تقرير الطب الشرعي اثبت ده. معقوله يا فندم نيلي تعمل في نفسها كده؟ اكيد في سر. وهيفضل مدفون معاها. ادخل. صباح الخير. صباح النور. انا منى اعلام. وانا نسمه في التجاره. بصي ودي بنت عمي ميرفت في تربيه القاهره. والله ده انا وهناء في القاهره برضو. ايه ده بجد بتهزري؟ لا ده احنا نروح نيجي مع بعض بقى. لو تعرفوا اللي حصل اليومين اللي فاتوا في الاوضه اللي جنبكم. اللي حصل؟ كانت فيها سماح طالبة طب جالها فيروس جلدي فمشت، ونيلي طالبة صيدلة انتحرت في اوضتها. يا نهار اسود، انتحرت ازاي؟ شرقت نفسها. استغفر الله العظيم يا رب. ماتت كفرة؟ يا ستي محدش عارف ظروفها. والله دي كانت طيبة قوي وكانت بنت حلال، كانت زي القمر، بس احنا مش عارفين هي عملت كده ازاي.
هي كتبت ورقة قالت إن هي انتحرت، زهقت من حياتها. إيه اللي أنت بتقولي ده؟ هي أي واحدة تزهق من حياتها تنتحر؟ ده أنا على كده أنا ونسمة بقى أبطال. ده أنا بنتي طول عمري من وأنا في أولى ابتدائي بطلع الأولى، لولاش بس الثانوية العامة حسب الله ونعم الوكيل هي اللي ضيعت أحلامي، ده أنا كنت متوقعين لي طب. أيوة فعلاً عندها حق، وأنا كنت شاطرة في الرياضة أوي وكنت عايزة أدخل هندسة عشان أشتغل في شركة المية اللي عندنا في البلد، وفي الآخر دخلت تجارة، ما انتحرتش يعني. والله لو كنت شفتها واتكلمت معاها استحالة تقول إنها ممكن تنتحر في يوم من الأيام. بقول لك إيه، أنا قلبي اتقبض من ساعة ما سمعت كلامك دوت. صعبت عليا والله. عرفتي ليه هنا بقى؟ عرفتي ليه هنا السكن رخيص؟ أنا مش فاهمة حاجة. هي فاهمة. بقول لك إحنا هننزل نشتري حاجات تيجي معانا؟ لا ميرسي قوي، أنا شوية كده هنزل أتغدى. يلا بقى استأذنكم. اتفضلي اتفضلي. بتقول لك انتحرت. هانت خلاص، واخيرا تبقى الفيلا بتاعتي، والمجنونه دي تحصل ابوها غبيه زيه. كان اكبر عقبه في حياتي، ودلوقتي هي بقت العقبه الوحيده، لكن غرورها هو اللي هيوديها في داهيه. خليها، ما هو برضو كان مغرور ومتكبر وفاكر ان مفيش حد اذكى منه، لكن على مين؟ تحت امرك فندم تومر، بحاجه تاني؟ روح انت. البنات بتنزل منه، طالعين الحمام، رايحين المطبخ، نازلين خارجين. انا دلوقتي في طريق الاوضه الغريبه. يعني مش هتتغدي معايا؟ معقوله اخرج انا اتغدى؟ ماشي يا ستي، عايشه. سلمي لي على احمد كتير. يا صباح الفل يا نجمه. صباح الورد. عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انا الحمد لله زي الفل. واخبار مسلسلك ايه؟ اهو ماشي تمام. ما تيجي معانا يوم؟ بجد انا نفسي قوي. طبعا ينفع. ما ينفعش ليه؟ معلش كنت عايز اسالك سؤال. اتفضل. ما تعرفيش نيلي عملت ليه كده؟ بصراحه مش عارفه، هو الموضوع غريب قوي. طيب عايز اقول لك ان مروان من ساعه اللي حصل نفسيته تعبانه قوي. كلنا نفسيتنا تعبانه، بس هنعمل ايه؟ بنحاول نهون على نفسنا. محدش عارف ايه اللي وصلها لده. للاسف لا، اصلنا مش اصحاب قوي، يعني بنتقابل كل فتره كده نسال على بعض نطمن على بعض، وهي عمرها ما اشتكت من اي حاجه.
طب انا مش هعطلك بقى، انا هستاذنك، انا كنت رايحه اتغدى. لا 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 دي مش حاجه مهمه. انت اصلا بنت حلال، انا رايحه اتغدى، تيجي معايا؟ طب ومروان مش هيتغدى معاك؟ مروان ايه دلوقتي؟ مروان اكيد اتغدى، ده انا هعزمك على عزومه كشري. ايه انما بالكبده، تعالي يلا بقى. ماشي. ده كشري يعني؟ انا بموت في الكشري على فكره، بحبه جدا. وانا اكتر على فكره. انا مش عارف ازاي هي عملت كده، انا حاسس ان هي اتقتلت. اتقتلت بس ازاي؟ اتقتلت ازاي يا استاذ رأفت؟ صدقني الفيلا دي وراها سر خطير جدا. انا فضلت اطقص ورا الراجل اللي اسمه موسى دليل اللي اشترى الفيلا، اختفى ما ماتش. وفريده مش ام شيرين، دي مرات ابوها، وشيرين كان لها اخت تانيه اسمها شريهان، اختفت هي وابوها. وصاحب الفيلا واحد اسمه شهاب، كان متجوز وعنده ولد وبنت، وامه كانت عايشه معاه، باعوا الفيلا واختفوا. شهاب في ايه؟ اصل في واحده شغاله في الفيلا اسمها ام شهاب، بس انا ما اعتقدش انها هي. مش هما كانوا اصحاب الفيلا؟ هما خدوا ثمن الفيلا وراحوا منطقه تانيه، بس الغريب ان شريهان وابوها اختفوا، بس ساب فريده عايشه مع شيرين، والاتنين عايشين مع بعض، والناس كلها عارفه ان دي امها. عشان كده دايما في مشاكل ما بينهم. انا مش هسكت غير لما اوصل للحقيقه، وخصوصا بعد اللي حصل لنيلي. الله يرحمها. طب انا مطلوب مني يا استاذ رأفت؟ تساعدني. ساعدك ازاي؟ بس انا عايز اقول لك اليوم اللي انتحرت فيه نيلي، الله يرحمها، اليوم ده جت شيرين وقالت لي انت لازم تسيب الفيلا، وانا بس كنت قاعد عشان مستني ابويا يرجع من السفر، وهو رجع. يعني انا دلوقتي ماليش مكان في الفيلا. طب والحل؟ أنسة شيرين، عمري حان جاب لحضرتك الطلبات اللي انت طلبتيها، وفي واحدة اسمها صابرين عايزة تقابلك. مين صابرين دي؟ مش عارفة، بس هي معاها شنطة فأعتقد عايزة أوضة. طب سكنيها في أي أوضة، وقولي لها قوانين الدار. حاضر، أي أوامر تانية؟ شكرا. عفوا. ما صاحبش الفارة فير، حتى لو راكبين أتاري أتاري الدنيا أتاري تاتاتي رباتي. شكرا قوي يا عمرو على العزومة دي، أنا فعلا كنت محتاجها قوي. لا دي أقل حاجة عندي، كلت كشري وشربت عصير، أظن فل قوي كده. متشكرين يا سيدي على كرم أخلاق سعادتك. لا ده أنا عشان بس لما تبقي نجمة كده تفكري إن خيري كان عليك. عموما يعني هبقى أعزمك عشان ما تقعدش تذلني تاني. يلا سلام. سلام يا أستاذة، يا برنسيس، 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 أوكي. النجم كان فين؟ كان عندي تصوير يا سعيد. نجم يا ابني، نجم، نجم، النجم. عارف. بقولك إيه، اعمل حسابك، حنة ابن أختي الأسبوع الجاي، وأنا قلت له إن أنت جاي. والله يا سعيد أشوف جدول مواعيدي. لا، أبوس إيدك، ده أنا معشمهم. أقولك على حاجة، حدد أنت اليوم وانا هخلي حنة ابن اختي في اليوم ده. لا اذا كان بقى انا احدد تصبح على خير يا سعيد. وانت بالاهل يا نجوميه، مشينا صح مش عاجب. ايوه والغلط مسكتنا يا سعده. على ايه بترفع الحاجب؟ هي شيرين فين؟ اوضتها. الحريدي يا خالتي، الحريدي في ايه؟ أرجوك الله يخرب من شيطانك،
انت مش لسه واكل؟ انا بقالي ساعتين ما اكلتش يا خالتي. حرام عليك يا خالتي، انا بحترق على اجلكم بالساعات بره. حرام عليك، انا جوعت، انا جعانه يا خالتي. خلاص اهمل اسكت. هو مش هاب؟ نعم. اعملي له طبق فته. هو ده الكلام؟ عيش بالميه. هو انت ليه مصممه ان انا فرخه يا خالتي؟ هش برضه هش هش. حسبي الله ونعم الوكيل. انا باليوم اديت هنا وانا خسيت النص والله يا ابو شهاب. انا عايز شندوتش لحمه يا ابو شهاب. حاضر يا حبيبي، هعمل لك شندوتش لحمه. بجد؟ ربنا يخليكي ليا. روحي يا لا ما تروحيش، يلا اعملي لي الشندوتش بسرعه. انتوا مش مستعجلين ولا حاجه؟ احمد بيقول ان الشقه خلاص جهزت، فليه نستنى؟ احنا بص لسه قدامنا على الشهر اسبوعين، وانا بكره جايه المنصوره، هو هيوصلني ويرجع، فلما نيجي نبقى نتكلم. هم يا حبيبتي انا مش هعمل اي حاجه من غير انت ما تكوني موافقه. ماشي يا حبيبتي، تصبحي على خير، باي. قولي لي بقى ايه حكايه السفر فجاه دي؟ والله احمد مستعجل وهو اللي عايز كده، بيقول لي الشقه خلاص جهزت. طب على الاقل استني بعد الامتحانات اخر الترم. مش هينفع يا منى، بصراحة أنا زهقت من العيشة في المكان ده، وبعدين مصاريفي بقت كتير قوي. تيتا معاش بتاعها ما بقاش متحمل المصاريف ولا العلاج، أنا بقيت أحس إن بتوفر من علاجها عشان تديني أصرف. فخلاص بقى ما دام الشقة جهزت، إيه اللي هيخلينا نستنى؟ أنت عارفة أنا لازم أرجع للمنصورة عشان الكوافير والفستان، الحاجات دي بتاخد وقت، ما فاضلش غير أسبوعين بس. ألف مبروك يا حبيبتي، ولو إني هبقى لوحدي من غيرك. يا سلام، أنت مين قالك الكلام ده؟ أنا هاخدك تعيشي معانا، مش هسيبك هنا. انا واحمد اتفقنا خلاص. يا سلام، لا طبعا ما ينفعش، انت بتهزري. عموما يعني انا مش هسيبك لوحدي، لو عايزين اسافر معاكي هسافر. لا يا ستي خليك انت، خلصي الكليه، مش هبقى انا وانت ضيعنا الترم. بتعالي بس قبل الفرح باسبوع. انا فرحانه قوي بجد. بس انت عارفه اكتر حاجه مزعلاني ايه؟ ايه؟ تيتا مصممه ان هي ما تجيش تعيش معايا. بس على مين؟ انا هاخدها، واحمد مصمم كمان انه ياخدها تعيش معانا. يعني انت مش عارفه جدتك ما تعرفش تنام الا على سريرها، وما تعرفش تشرب لبن الا من الست ام سالم بتاعه اللبن. يعني ام سالم بتاعه اللبن لو ماتت مش هتشربه ابدا. لا ده انت زيتي اهم حاجه، جورنال الجمهوريه اللي الراجل يعني بيتعذب عشان يجيبه لها، في حد لسه بيقرا جرايد؟ ستي بس. فاكره لما اتاخر عليها قعدت تتخانق معاه قد كده، وقال لها حرام عليكي يا حاجه انا باجي لك مخصوص عشان خاطر ابويا. طب انا اقوم اخد دش بقى احسن، انا مش قادره وعايزه انام. قوم يا اختي. تصدق ان انت بالحلال؟ انا كنت لسه هكلمك حالا. عسكري. تمام يا فندم. في حد دخل اوضتي؟ محدش دخل يا فندم. ولا خرج منها؟ فندم انا واقف في السوق محدش خرج.